مركز مصر الثقافي الإسلامي، هذا المركز الكبير الذي يليق بمكانة مصر. دلوقتي هنروح نشوف تقرير عن مركز مصر الثقافي الإسلامي الموجود فيه طبعا مسجد مصر، ونرجع نكمل لقاءاتنا مع المتسابقين. يعد مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازاً كبيراً ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية. تم إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزاً بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي. فيعد هذا المركز من المراكز الثقافية الهامة في مصر وإفريقيا. يقام المركز الثقافي الإسلامي على مساحة كبيرة جداً ويضم أكبر مسجد في إفريقيا يحمل اسم مسجد مصر، يسع لثلاثين ألف مصلٍ. ولم يقتصر على هذا فقط، بل يضم مكتبة ضخمة بها عدد كبير من الكتب وتحتوي على تعليم الدين الإسلامي والتفسيرات للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وكتب الأئمة وغيرها من الكتب الإسلامية. تم إقامة المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، ويستحوذ على مكان كبير وخاص بالخدمات، وأيضاً مجموعة من الجراجات الواسعة والمتعددة الأدوار، بالإضافة إلى مكتبة إسلامية ضخمة وقاعة مناسبات. وعند بنائه وتشييده تم الاستعانة بمجموعة كبيرة من أمهر المهندسين والعمال ليصبح من أروع المراكز الإسلامية على مستوى إفريقيا، ويعد كذلك من أهم وأشهر معالم العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، وكذلك النهر الأخضر، كما يحتوي أيضاً على مجموعة من المنشآت والمباني خاصة الخدمية منها، حتى يصبح مركزاً متكاملاً لا ينقصه شيء.